كانت هنالك ايضا تغطية خاصة في جمعية رحاب الإسماعيلية باستضافة الفنان الكبير عمر السيد. إذا مرحبا بك أخ الفنان الكبير السيد هنا بالحاضرة الإسماعيلية مكناس، بين أبنائها، بين أسوارها، بين تاريخها العظيم. إذا حول هذا اللقاء وفي عجلة. وهذا اللقاء صراحة كيرجع فيه الفضل لجمعية الرحاب الإسماعيلي للملحون، وما أدرك من الملحون، لأن مكناس معروفة بلاد الكلام، كلام موزون، الكلام اللي فيه المعنى، الكلام اللي فيه شجية صرف. فهذا شرف كبير باش نجيو هنا، وماشي غادي نجي ثاني مرة، هذه المرة الثانية، ومازال غادي نعاود نرس. وشكرا للحاضرين كلهم، تحية للأستاذة اللي دارت هذا الكتاب الجديد، تحية لكل فعل الناس الفنانين والجمعيات اللي هنا في. إذن لستم بزائر، بين أنتم من مدينة مكناس، ما هي النصيحة التي تقدمونها للفنانين ولساكنة مدينة مكناس والمسؤولين كذلك على المجال الفني؟ بالعكس، أنا خصني نجي هنا هما يعطوني نصائح، لأن هنا كان دي فريز أرتيست. هنا في مكناس ماشي دابا سنين، هذه هما اللي خصهم يعطوني نصائح ويعطوا كلام زوين موزون. إذن أشكرك ونتمنى أن نكون بينكم عندما تكونوا سوف تأكلون برمش. شكرا، في امان الله. غادي نجي البرمش، احنا برمش عندك السيده كاينه ديالنا معنا برمش، نجي ناكل برمش ونرجع في حالي. شكرا، في امان الله. اذا نستضيف السيد رئيس جمعيه رحاب الاسماعيليه حول اللقاء الذي قمتم به هذه الأمسية باستضافة الفنان الكبير السيد عمر السيد بعجالة. سيد شكرا، اولا بغيت نشكر المنبر ديالكم ورحاب الجامعة اللي دائما الحق تيوقف معنا وتيجي يعطينا واحد الدعم. هذا نشاط كاين، هو مبرمج منذ لحقاش، حنا كنديروا برنامج ديال السنة، فهو في إطار البرامج اللي كتقوم بهم الجمعية، توقيعات فيما يخص الفنانة. وهذا الفيلم ديال السي عمر السيد اللي كان طلب ديال المخرج ديالو، اللي هو غادي يسنيو معنا شراكة ديال دوزام مع الجمعية، كان طلب منه اننا نعرضوا الفيلم وتقوم الجمعيه ديالنا هي اللي غادي تقوم بهذا النشاط، ولبينا له الطلب ديالو، والحمد لله كان نشاط ناجح بالشهاده ديال الجميع، لان هرم بحال السي عمر السيد فهو كيستحق الكثير. اذا كذلك عرفت هذه الامسيه توقيع اصدارات حول الموضوع. الاخت سميره فهي كانت حضرت معنا في الميلوديات وكانت اقترحات الكتاب ديالها، وفاش كنا كنصوبوا البرنامج السنوي برمجناها، وفعلا فاحنا كنديروا لها الامضاء ديالها ديال الكتاب ديالها الان. وسبق لنا اننا درنا كتاب ديال الدكتور شكدالي الكلام الابكم، والان دابا سميره بن منصور اللي هي صديقه ديال الجمعيه وكتنشط معنا في الجمعيه. إذا السيد عبد الصمد، ما هي الارتسامات أو المخططات المستقبلية لجمعيتكم؟ احنا الآن زائد البرنامج السنوي ديال الأنشطة اللي كتقوم بهم الجمعية، فاحنا اللي عندنا الآن دابا الرهان الكبير وهو الخلق ديال المدرسة ديال الملحون وديال الموسيقى التراثية اللي احنا بدينا فيها، وبداو كيتكونوا عندنا فرق صغار، بحيث الآن عندنا فرق نسائي ديال عيساوة، وعندنا فرقة صغيرة ديال عيسى وديال الدراري الصغار اللي ما كيفوتش العمر ديالهم 13 سنه، وعندنا بنيات صغيور اللي كيديروا الملحون، اللي ان شاء الله غتكون عندهم الكلمه، واللي غيكونوا هما اللي غيهزوا المشعل مستقبلا ديال الملحون مدينه مكناس. اذا شكرا لك السيد عبد الصمد رئيس جمعيه رحاب. الشرف لينا حنا ان رحاب الجامعه كتكون دائما حاضره، وكنشكر الاخ والاخت ان شاء الله. إذن هذه مفخره لمدينه مكناس حول هذا البذور الجيد لهذه الجمعيه على مسارها الثقافي والفكري والعلمي، ونتمنى لكم مزيدا من الاستحقاقات، في امان الله. هرم الأغنية الغيوانية السيد عمر السيد.
وأدعو نائبة رئيس الجمعية الأستاذة حكيمة طارق لتسلم الهدية لضيفتنا الأستاذة الشاعرة والأديبة سميرة المنصوري العزوزي. السيد عمر السيد ليسلم هذه الهدية للدكتور مصطفى الشبدالي. حرطلق مني. ولكن مزهرية ما كيناش في المغرب كامل. صحت لثورها من ماذا أقول؟ حتى العنوان وهو بالمناسبة الفكرة للوحة هي بيكاسو. هذا بالنسبة للعنوان. اخترت له في ظهر الغلاف، خرجت عن القاعدة حتى لا أكتب نصا من نصوصي، فاخترت نصا لجبران خليل جبران من كتابه الأجنحة المتكسرة يتحدث فيه عن المرأة، ووجدت أن ما يقوله يعبر عني. تعمدت كتابة مجموعة قصصية لأن التيمة موجودة، والتيمة هي معاناة المرأة في مجتمع ذكوري.